أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الكتب التي فيها من البدع والضلالات العقدية هل تقرأ فيؤخذ منها الحق ويترك الباطل؟ وهل هذا عام لكل أحد من عامي وغيره، أم أن هذا خاص بطلبة العلم الذين يميزون بين الحق والباطل؟ كما في آخر السؤال، المبتدي والجاهل ما يجوز له يقرأ في كتب الخلاف لا سيما في العقيدة، أما المتمكن من العلم المتبصر لا بأس أن يطلع من أجل أن يعرف الحق من الباطل، ومن أجل يتمكن من الرد على هؤلاء، فلا يدخل فيها إلا أهل العلم. نعم.